بما انه مؤخرا مصطلح الريد فلاج بقى دارج ومنتشر جدا لدرجه انه بقى ترند خلاص. وبالمناسبه يعني ريد فلاج هي مقصود بيها علامات الخطر او منطقه الخطر، يعني اللي تخلي بالك ان العلاقه ما بقتش سليمه او صحيه. خلينا نقول مع بعض كده اللي فهمناه بقى، يعني ان ايه العلامات الخطر اللي نخلي بالنا منها في علاقتنا مع الناس عموما. خلي بالك من الشخص اللي بتحس انك مش قادر تثق فيه ولا تقول له اسرارك ولا تعتمد عليه في اي حاجه. خلي بالك من الشخص اللي على يعني بيتكلم ليه شكل قدام الناس ويقابلهم بحفاوه وترحاب ومن ورا الناس بيتكلم عليهم بدون توقف. خلي بالك من الشخص اللي بيبقى عندك احساس دايما انه بيتكلم عليك من وراك حتى لو ما عندكش دليل على ده، مجرد احساس، وبتكون واخد بالك جدا من كلامك معاه لانه متوقع انه هيحكي على لسانك لكل الناس. خلي بالك من الشخص اللي بيختلق مواقف وحوارات علشان يلفت الانتباه ليه. خلي بالك من الشخص اللي بيكذب كتير حتى لو الموقف مش مستدعي الكذب اصلا، كذب لمجرد الكذب. خلي بالك من الشخص اللي بيتعامل بطريقة مختلفة مع اي حد عنده سلطة او نفوذ او ادارة او ثروة او اعلى منه في المنصب وبيتعامل بشكل سيء جدا مع كل حد اقل منه. خلي بالك من الشخص الاناني اللي حاسس ان الكون كله بيدور حواليه هو بس، كل كلامه واهتماماته بنفسه مشاكله، بيتكلمش غير عن الحاجات اللي تخصه، ما بيسمعش لحد يعني عن مشاكل الناس، يا تسمعوني يا خلاص، ما بيظهرش تعاطف اصلا مع حد. خلي بالك من الشخص المصلحكي اللي بيحاول يستفيد من اي حاجة بتيجي في طريقه، وساعات بتحس انه بيستغلك انت شخصيا، لو في ايدك حاجة ولو بسيطة هيستفيد منها. خلي بالك من الشخص اللي بتحس انه مش بيفرح لك من قلبه حتى لما بيبين عكس ده، وبيفرح من جواه لما انت تتعرض لمشكلة او على الاقل مش فارقة معاه حتى لو بيبين برضو عكس ده. خلي بالك من الشخص اللي دايما يحس اللي قدامه انه مش فاهم اي حاجة ويحاول يقلل من قدره، يعني انت مش فاهم وانت لا انت بتكلم بتاع ايه، عارف التقليل والتهميش. انا اكتشفت اكتشاف مهم جدا يا جماعة، احنا مش هنتعامل مع حد. هو باقي كده حاجة.